حياكم الله مجددا في أهلا. من كم يوم كان في خبر نشر في صحيفة عكاظ يتحدث عن فصل موظفة أو شكوى موظفة في جامعة طيبة من الشركة أو إحدى الشركات المشغلة داخل الجامعة اللي تسببت في فصلها بسبب حوار دار بينها وبين مشرفة في هذه الشركة على موضوع الزي. هذا الخبر أمامكم على الشاشة كما ظهر في صحيفة عكاظ للمرة الأولى، وصار كثير من الحوار والجدل والأخذ والرد في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. جامعة طيبة أصدرت بيان صحفي، أقرأ لكم نص البيان بشكل سريع. تقول فيه: إشارة إلى ما تم نشره في صحيفة عكاظ بعدد كذا وتاريخ كذا تحت عنوان بسبب نقاش فصل موظفة متعاقدة مع جامعة طيبة، وإشارة إلى التفاعل مع المغرد الذي نقل الخبر، فإن الجامعة تود أن توضح عددا من النقاط. أعتقد أن المقصود المغرد الذي نقل الخبر هو المغرد التويتري المعروف الأستاذ إياد الحمود، أعتقد لأنه كان أكثر الناس المتفاعلين، ويعني يعذرني إذا كنت أخطأت في النقل. ولكن نص الخبر، نص البيان: فإن الجامعة تود أن توضح عددا من النقاط. أولا، نؤكد بأن الجامعة تفتخر بجميع العاملين لديها من كوادر بشرية رجالية أو نسائية وما يتمتعون به من اهتمام وإخلاص لبناء هذا الوطن الغالي علينا جميعا، وتحرص الإدارة العليا بالجامعة على متابعة كل ما يمس أبنائها من المنسوبين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين والطلاب والطالبات، وكذلك جميع العاملين والعاملات داخل الجامعة وفروعها من خلال العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات، وضمان بيئة عمل صحية خالية من المخاطر، استشعارا بدورهم الهام في تعزيز جودة المخرجات التعليمية وهذا ما يقدمه الوطن لأبنائه. ثانيا، لا تألو الجامعة جهدا في تمكين أي موظف أو عامل من الحصول على كافة حقوقه الوظيفية المنصوص عليها نظاما قبل أن يطالب بها. ثالثا، العاملة التي نشر موضوعها في الصحيفة المذكورة أعلى تعمل عاملة لدى إحدى الشركات المشغلة للصيانة والنظافة في الجامعة، ويوجد من الوقائع ما يخالف ما تم نشره، والجامعة تحت بحقها تجاه كل من يمس بسمعة الجامعة، وللمتضررة التقدم بدعواها لدى جهة الاختصاص للمطالبة بما تدعيه. ليش اخترت أني أقرأ عليكم نص الكامل لبيان الجامعة؟ لأن معنى اليوم في برنامج يا هلا الموظفة المختصة بهذا الشأن وهي الأستاذة زهية الجهني، وهي موظفة سابقة في جامعة طيبة، ستنضم إلي عبر السكايب بعد قليل، و جربنا أنه نتواصل مع الجامعة إحقاقا للحق وفتحا للمساحة للجميع من أجل سماع الحقيقة كاملة ووجهات النظر المختلفة، ولكن الجامعة فضلت في أنها ما تظهر، وطبعا لهم أسبابهم، يعني لهم الحرية في قبول الظهور من عدمه، وأوضحوا بأنهم يكتفون بما نشر في البيان. عشان كذا احنا قرأنا لكم البيان كامل عشان بس تكون عندكم تصور لوجهة نظر الجامعة. كل التحية والتقدير لهم على تجاوبهم، تمنينا حقيقة انه اي مسؤول في الجامعة يطلع معنا حتى تكون الصورة اوضح من خلال الحوار، لكن نحترم تحفظهم. معي عبر السكايب الان الأستاذة زهية الجهني، وهي الموظفة صاحبة هذا الموضوع، واللي راح نسمع القصة كاملة منها وتعليقها على ما جاء في بيان الجامعة. اتوقع ان زهية صارت جاهزة معي الان. أستاذة زهية، مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء النور وحياك الله أخويا. أهلا وسهلا. وش اللي صار؟ وش الحكاية بتفاصيلها؟ تفضلي. والله يا أخويا الحكاية أول ما صار إني أنا كنا وقتها يعني أنا في الكلية نتجول أنا وحدة من الصديقات، تفاجأت باتصال وحدة من المشرفات، هي مشرفة عادية يعني ما لها أي حقية واختصاص أصلا تسألني السؤال ده. المديرة وقتها كانت متقيدة على الإدارة ما يقارب أسبوعين وثلاثة، أنا لما أراها فقلت لي إذا لبستي الزي ده اللي أنت لبسته محتمل راح نعطيكي تعهد عليه. أنا بالبداية افتكرت أن الموضوع عادي، أنه مزحة يعني شيء بسيط، فقلت لها لا أنا ماني مخالفة، أنا لابسة استكرام زي الموظفات. تفاجأت أن الكلام ده وجه لي قبل، يعني ما وجه الغير، وجه لي أنا من بين ما يقارب 30 مشرفة. فلما سألت بعض المشرفات هل يعني النظام ده جاكم ولا أنا بس، قال لا ولا درينا عن يعني هذا النظام. فأنا بعدين كلمتني وصرخت في وجهي وما احترمتني حتى بطريقة كلامها،
والله العظيم قالت لي طيب يمكن ليش تنفخين؟ قلت لها انا ما نفخت، انا كلمتك باسلوب زي ما كلمتين. فراحت قفلت الخط بشده بوجهي. بعدين انا الصراحه يعني تغضيت عن الموضوع. في نهايه الدوام اللي خلاص احنا نبي نخرج يعني من الكليه، انا ماني بجامعه طيب، انا بكليه السلام. يعني كليه السلام. الكليه تابعه للجامعه ولا لا؟ مين الجامعه دي اللي رفعت لكم الخطاب؟ انا كليه السلام الجامعه بعدها. لكن انا ماني موظفه، انا مشرفه، ماني عامله اول شيء. لكن انا مشرفه نظافه وصيانه. اي لكن اقصد انه الكليه هي واحده من كليات الجامعه، جامعه الطيبه. ايوه بس هي الجامعه الكبيره يعني المسؤوله عن الموظفين والاداريين، هذه جامعه كليه يعني عاديه. المهم في نهايه الدوام لما جينا بنتوقع يعني نوقع في المسيرات، هذا مو وقت نقاش، المفروض انه ما يكون وقت نقاش لان الناس رايحه جايه. استفزتني مره ثانيه وقالت لي يعني قدام الكل تعالي ابغاك، رفعت لها يدي وقلت لها خلاص النقاش انتهى، النقاش اللي بيني وبينك انتهى بالجوال، يعني ابقطع صراحه السالفه من بدايتها. فراحت تستفزني قدام الكل، ما ادري ايش متقصده الله اعلم. قالت لي طيب ليه ما تقدمين شكوتك على الاداره الحين؟ هي تعرف الحين ان الاداره اللي موجوده، المديره غايبه حقت الاداره حقت يعني المسؤوله عنها. قلت لها ليش انا اقدم شكوى للاداره؟ الموضوع ما يستاهل اني اقدم شكوى للاداره، انا اذا الامر تصعد وصار اكبر من كذا مستعده يعني اكلم حق المشروع حق الصيانه هو يفصل بيني وبينك، مين المخطئ ومين اللي على الحق؟ يعني تفاجات حتى يعني بطريقه ردها. فتفاجات ثاني يوم انها مستشهده يعني ثلاثه من اقاربها طبعا بدون ذكر اسماء من اللي يعني مره يمنون عليها ضدي. فانا رحت للاربع اللي استشهدت علي معاهم قلت لها حرام عليك انت ما تدرين ايش النقاش اللي حصل بالجوال، كيف تشهدين علي؟ قال يعني ثلاثه مره مقربين واحده شويه. فقالت والله نفس الاوراق اللي وقعتنا عليها انا ما قريتها، ترى انا وقعت على الاستشهاد بدون ما اقرا ايش الموضوع لحظة. ولا ادري انه طيب. لا 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 لحظه استاذه زهيه معليش عشان نفهم تفاصيل الموضوع، اوراق ايش اللي يوقعون عليها؟ خلتهم يوقعون انذارات اني انا اللي بديت بالنقاش واني انا اللي ضدها. يعني هي رفعت، لحظه، يعني هي رفعت شكوى ضدك؟ ايوه رفعت الشكوى ضدي علشان تعطيها المديره، لان المديره هذه حطتها مشرفه بعدها كمراقبه علينا، ولا هي اصلا ما لها، ما هي من الاداره النهائي بس مشرفه فاخترتها من بيننا. وش كاتبه في سبب الشكوى؟ انه ايش؟ انه دار بيننا حوار ولا في اعتداء ولا ايش بالضبط؟ ايوه كاتبه اني انا معتدي عليها، طيب الاعتداء انواع. انا ما اعتديت، انا من بعيد لبعيد كلمتها، هي حاطه اني معتدي عليها واني يعني شيء غريب. وواحده من المشرفات قالت انا مستعده اكلم حق المشروع الصيانه واعتذر عن يعني استشهادي لاني ما دريت بالموضوع ولا دريت هل هذا ضدك مو ضدك، بس من العجله وقعته بس. هي قالت لهم يعني وقعوا على الاوراق هذه. لا لا اذا تسمحي لي برضو استاذه زهيه معذره، الحين في قضيه ثانيه اخطر، الحين الشهود قالوا لك انه احنا وقعنا على اوراق احنا ما ندري وش فيها اصلا؟ واحده منهم قالت لي، الباقيين من اقرب الناس لها. أيوة. يعني عادي يوقعون يعني عادي، رغم ان الحوار اول شيء صار بالجوال. مو وجه لوجه علشان يستشهدون علي، هذا اللي يعني صدمني للامانه. هم ما يدرون الحوار اللي بيني وبينها بالجوال، فكنت تشهدون على شيء ما لحقته الا اخره. كيف بالجوال؟ انت في البدايه تقولي انه هي شافتك ونادتك من بين 30 مشرفه وتكلمت معك. لا هي بالجوال اتصلت علي اول شيء. اتصلت علي بالجوال وقالت لي الخبر ده بالجوال. طيب اعتذر كملي. ايوه وبعدين لما يعني ايش اسمها، انا اصلا ما دريت عن الاوراق هذه ولا يعني ما توقعت ان حد يشهد بشيء ذا، لان الموضوع اصلا بسيط. بعدها استمريت في عملي ما يقارب 3 اسابيع، يعني وضعي عادي تمام. اتصل علي صاحب المشروع يعني مسؤول عن الصيانه، فقال لي شوفي انا ابغاكي تقدمين ايش اسمها فصل، ولك مني راح ادخلك في ساند اعطيك 2000 ريال، وكمان اني راح اعطيك الشهر ده مجانا حتى لو ما دومتي بس ابغاكي توقعين على الفصل انك انت ما تبين تجددين العقد معي. فقلت له ليش طيب؟ انا ابغى معاكم، يعني انا موظفه 6 سنوات معاكم
قال لي انت راح الجامعه تفصلك على كذا، بس اذا قدمتي لي خطاب انك انت تبغين الفصل انا والله راح اعطيك حقوقك كامله، واذا احنا فصلناكي لا محتمل تخسرين نص مستحقاتك. فحاولت معاه قلت له لا صعب، استشرت الناس يعني اللي عندهم خبره في الشيء ده، قالوا لا ما ينفع انك تقدمي فصل، اذا بيفصل خليه يفصلك. طيب عفوا استاذه زهيه، انت حاورتي سالتي قلتي له ليش تبغى تفصلني؟ ليش تبغاني اوقع على فصلي؟ يقول الجامعه ما تبي تجدد العقد معك. طيب السبب؟ ابغى السبب. اي قال لي السبب من الجامعه مو مني انا. قلت الاداره يعني هم قالوا لك؟ قال لا انا ولا الاداره ما لنا علاقه. تفاجات بالاوراق لما جاء لي الفصل، كانت موقعه عليه حق مديره التشغيل والصيانه، واللي موقع معانا محولها خطاب للجامعه الطيبه، واستندوا هذا بانذار قبل 3 سنوات كانت علي يعني مخالفه بسيطه يعني من الشركه نفسها، المخالفه دي استندوها علي وحطوها على نفس الشفره دي لان ما عندي اي مخالفه وقت الفصل انا. طيب الحين هي ايش كان وجه اعتراضها على اللبس؟ يعني هي معترضة عليه من أي ناحية يعني؟ ما أدري أنا بنفسي والله ماني داري عن السبب. اتصلت علي كذا فجأة فقالت لا البلوزة ما أدري إيش شكلها، لا البلوزة يمكن. قلت لها طيب أنا 7 سنوات وهذا اللبس مفروض علينا، إحنا مفروض علينا زي رسمي يكون بس ساتر، والله ما في أي مخالف أبدا. قالت إذا ما غيرتيها أنا محتمل اعطيكي تعهد. ليه تعطيني تعهد؟ انت اصلا ما انت صاحبه اداره عشان تعطيني تعهد. المديره يعني اللي هي المديره لما تشوف علي ما قد كلمتني ولا قد قالت شيء عنه. انا ما عندي مخالفات بس ما ادري يعني ايش سبب صراحه اعتراضها على الشيء ده. طيب بعدين رفعوا للجامعه وجاء قرار الفصل صحيح؟ ايوه رفعوا للجامعه وجاء قرار الفصل، واللي فصلني موقع على الفصل اول شيء هي رفع الخطاب مساعدة مدير التشغيل والصيانة وموقع عليه بورقة هي، ورفعت لواحد ثاني بالجامعة كمان وموقع عليه، يعني جاتني ورقتين. فأنا لما قمت براجع بحقوقي حقة نهاية الخدمة رفض كمان لا يعطيني إياها كاملة، قال لا الشهرين الأخيرة ما راح نعطيك إياها بس بنعطيك السنوات الماضية. فحاولت إني يعني قبل ما أظهر للإعلام للأمانة إني أدور حلول، أدور شيء أستند فيه اخذ حقوقي على الاقل، ما لقيت ملجا. رحت رفعت بمعنى الرصد لمكتب العمل، سووا معه مقابلات ودي على اساس انه يحضر عن طريق يعني الجوال ان يحاكمونه. والله 3 جلسات ادخل انا والمحقق ما رضي يدخل معي. رفعت اوراقي عن طريق ناجز ما استجابوا معي باي شيء. فقلت بعد الله ما لي الا الاعلام، لان الكل صراحه وقف بوجهي. طيب وين وصلت القضية الآن أستاذة زهية؟ يعني وين هي؟ في أي مرحلة أو عند أي جهة؟ والله أنا رفعت صراحة خطاب للأمارة، وسمعت بعدين أن الخطاب حق الأمارة وجه الجامعة الطيبة، بس ما أدري إيش صار عليه. هل جربتي تتكلمي مع أي منسوب له علاقة بالجامعة وليس بالشركة نفسها، له علاقة بالجامعة من المسؤولين القياديين في الجامعة؟ اتكلم على رئيس الجامعه ولا نوابه ولا وكلاء ولا الناس المشغولين او المسؤولين عفوا عن العقود مع الشركات؟ انا والله تكلمت بس مع حقين التشغيل والصيانه اللي هم مسؤولين عن نفس يعني الشركه، كلهم كلمتهم درجيتهم يعني السبب بسيط بس ما استجابوا معي، احيانا حتى ما يردون على جوالاتهم، ما حد اعطاني وجه نهائي. حتى مساعده التشغيل والصيانه لما فصلتني ما جابتني ولا اخذت من الطرف الثاني ولا تدري اساس المشكله، استندت على نفس الانذارات القديمه وضبطت وضعها مع نفس المشرفه اللي تناقشت معي وسوت الامور يعني سري بدون ما ادري عنها. طيب تفضلي. يعني كل الامور دي سويت من وراي بدون اي علمي، فجاه كذا فاجئوني فيها. طيب لما سلموا قرار الفصل كان مكتوب فيه اسباب الفصل؟ الاسباب النهائيه اللي وصلوا لها بعد ما قلتي لي جمعوا مخالفات سابقه مع الحادثه اللي صارت، ايش كان كاتبين بالضبط يا استاذه زهيه؟ والله
والله انا اللي تفاجات فيه ان الانذار القديم اللي اخذته من الاستاذ سامي خيال قديم لثلاث سنوات ان التاريخ مغير، يعني فالورقه دي الاخيره اللي استندوا فيها نفس التاريخ حرر فيه، يعني تغيير حتى في التواريخ على اساس ان الانذار ده جديد علي. هذه برضو قضية ثالثة، يعني قضية الخلاف اللي صار مع المشرفة، قضية الشاهدة اللي قالت لك أنه أنا وقعت على أشياء ما أعرفها، وذي الآن تقولين أنه في تغيير في تواريخ الإنذارات اللي قدمت لك سابقا أو واحد منها. أيوة أنا انصدمت، لأني أنا لما جاء حق المشروع وتقابل وراح وداه المكتب العمل فقال لها بشوف الأوراق حقتها استغرب، قال هذا الإنذار قديم جدا. فأنا لما قريت الإنذار الجديد ذا طلع نفس الانذار اللي مستندين فيها اللي قبل ثلاث سنوات، لاني انا الحمد لله متاكده ما عندي اي انذار السنه دي ابدا ابدا، انا بعد الانذارات هذيك اللي ادوني والله العظيم ما اخذت الحمد لله اي مخالفه. مسجلين الانذار الاخير بتاريخ هذه السنه 2022. هو مجددين التواريخ لما يعني عرضتها على واحد قال التاريخ حرر فيه، يعني معناها جديد، يعني الانذار ده جديد مصلح. بس لما قرأنا الانذار القديم حاطين على الانذار ذا الجديد، لاني ما عندي اصلا اي انذارات انا ابدا بعد الانذارات هذه ابدا، محتفظين في القديمه هم. طيب اذا تسمحي لي انتم مكتب العمل او وزاره الموارد البشريه عملوا مثل ما تقولين ثلاث جلسات لحل الموضوع صح؟ ايوه، وجاتني رسائل على الجوال انه يعني يكون موعدنا مثلا يعني ثلاث جلسات بس ما حضروا. طيب ايش الاخيره جاتني رساله؟ اي تفضل. جاتني رساله اني ارفع اوراقي الناجز، رفعتها ولا فاد ولا شيء ولا استجاب معي، رسلت على الجوال لما تحضر الجلسات ما استجاب معي ولا اعطاني اي وجه. اي يعني لناجز يعني انها خلاص بتتحول الى قضيه في المحكمه. ايوه بس ما ضبطت معايا الرفع الناجز عشان كان في شيء ناقص عندي. إيه؟ فانا كلمته انه يجيب مستحقاتي بعد ما يئست اني ارجع، فقال بعطيك يعني مبلغ كذا كذا، فلما حددوا لي كان ناقص عندي، يعني في الاشهر الاخيره ما كان بيعطيني اياها. ورفضت اني اخذها، قلت خلاص ما اقدر اخذها لحد ما اثبت ان حقي يكون كامل. طيب انت قرات البيان تبع الجامعه استاذه زهيه، ايش رايك فيه في اللي جاء مكتوب في البيان؟ لا والله مرة ما عندي أي شيء الحمد لله، ما عندي أي مخالفات أبدا، المخالفات اللي ذكرت أنا هي اللي يعني هي الموجودة فقط، وإذا عاد بيحطون شيء من عندهم أنا أقبل شيء بدليل أقبل، ما مو مجرد يعني كلام شيء، أنا كل الأوراق اللي أنا مقدمتها كلها بأدلة الحمد لله، كلها بأدلة. طيب وش اللي طالبين فيه الآن؟ وش اللي تتمنينه؟ والله انا صراحه للامانه بمن عندي اطفال يتسامحون عليهم وعندي طفلين معاقين اتمنى وظيفه ما ابغى شيء الا الوظيفه. كم اعمار اطفالك الله يحفظهم لك؟ والله صراحه يعني عندي ثلاث بنات، عندي واحده عمرها 15 وعندي اثنين صغار في الابتدائي، عندي ولد كمان بالثانوي الله يحفظه، عندي اثنين معاقين الله يحفظهم لك ويشافيهم ويعافيهم يا رب. قبل ما أختم معك هذا اللقاء أستاذة زهية، إذا في خاطرك شيء ولا حابة تختمي بشيء ولا تقولي شيء تفضلي، المساحة لك. والله صراحة أنا صراحة أختم اللقاء ده بجزيل الشكر لكم على ما توجهون من خدمات وعلى رفع الصوت المتضررين، واشكر جريدة عقاب على ما تقدموا لنا، واشكر عبد الهادي صراحة على ما يقدمه لنا من خدمات، وجزيل الشكر كمان للموارد البشرية والجميع القائمين صراحة على هذا الشيء. أستاذة زهية الجهني شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. مثل ما سمعتوا هذا صوت زهية الجهني في هذه القضية، قالت فيه كثير من التفاصيل، وأعتقد أنه مجموعة من التفاصيل اللي قالتها هي تفاصيل جديدة. أرجع وأكرر أنه تواصلنا مع الجامعة حتى نعطيهم الحق في إبداء وجهة نظرهم ورأيهم حول الموضوع وحول هذه القضية كاملة، وأشاروا لنا بأنهم يكتفون بما صدر في البيان الصحفي اللي قرأناه لكم في البداية. في النهاية في هذه القضية أتمنى أن يأخذ كل صاحب حق
حق حقه. اليوم الأستاذة زهية تقول أحداث ووقائع من المهم جدا أن تؤخذ بعين الاعتبار. في المقابل البرنامج يفتح أبوابه دائما وأبدا لكل من يريد أن يوضح أو يعلق من قبل جامعة الطيبة، من قبل مسؤوليها، من قبل الشركة المشغلة، من قبل المسؤولين فيها على كل ما ورد في هذه الحلقة. إذا كان لديهم أي توضيح أو تعليق أو تصريح في هذا الشأن فمن حقهم أن يظهروا ويصرحوا. في المقابل من حق الأستاذة زهية أن تقول الأحداث وأن ترويها وأن تحكيها كما حدثت وكما وقعت وكما عايشته ووفقا لروايتها هي. أرجع وأكرر، المهم في هذا الموضوع أن يأخذ كل صاحب حق حقه، وإذا كان للأستاذة زهية الجهني أي حق فيما طالبت فيه وفيما قالت وفي الأحداث والوقائع اللي حصلت فمن حقها أن تحصل عليه كاملا غير منقوص من الشركة أو من الجامعة أو من أي جهة معنية في هذا الصدد والخصوص. بعد هذا الفاصل مكملين معكم.